هل يجوز إعطاء زكاة الفطر حبوب أو أي مال لأهل غزة بقيمة الحبوب في بلدي لأن قيمة عندهم مرتفعة جدا؟ عندنا أصل يا حبيب وعندنا استثناء. الأصل أن زكاة الفطر تكون طعاما وأن زكاة المال تكون مالا، ويمكن الخروج عن هذا الأصل للحاجة، للضرورة، للمصلحة الظاهرة الراجعة. يعني إذا كان إرسال المال للجهات التي تتولى توصيل الإغاثات إلى أهلنا المنكوبين في غزة، إذا كانت هذه الجهات موثوقة وقدرت أن الأنفع لها والأعون لها على إغاثة المنكوبين من أهلنا هناك أن يأخذوا قيمة زكاة الفطر وهم يدبرون أحوال المأزومين ويصرفون، أحوال غزة أحوال استثنائية جدا، حتى الإغاثات تسقط لهم بالطائرات. فقضية غزة قضية استثنائية جدا. الجهات الإغاثية التي تتولى استقبال المال وتوصيله هي صاحبة القول الفصل في هذا، أي المسارين أنفع وأولى وأنجع في تحقيق المقصود. وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه، أوصل الطرق إليه. يعني مثلا زكاة المال مال، الأصل أنها مال، بس المال لن ينتفعون به وهم 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 تحت الحصار، ما لهمش سبيل إلى السلع والخدمات ليشتروا بالمال الذي نقدم لهم سلعا أو خدمات. فالصورة الوحيدة المتخيلة أن تصل لهم هذه الإغاثات في صور مساعدات عينية تغيثهم مباشرة. لكل حالة لبوسها بارك الله فيك. فناقش هذا مع الهيئات الإغاثية التي تتولى استقبال المال وتتولى توصيله. أسأل الله سبحانه تقبل ذلك منا ومنك بقبول حسن.